قلنا بعد الهدد اللي اتهديناه والبهدله اللي احنا فيها، ناس قالت لنا اطلعوا الحي، رحنا حي مصر القديمه قالوا لنا اطلعوا على المحافظه، ما رضوش يدخلونا. اطلعوا على المحافظه اللي هتحل لكم المشكله. جينا المحافظه احنا من الساعه 8 الصبح، دلوقتي الساعه 2، من 8 الصبح لغايه دلوقتي ما حدش راضي يدخلنا المحافظه. قلنا لا، روحوا النائب المحافظ وزعيه بقى وروحوا بعيد، حتى ما وقفوناش قدام المحافظه، وقفونا الناحيه الثانيه. بكلم 70,000 البيتين على الحساب، وقال لك هدوا عليه يا باشا، ما ينفعش. قال لك هدوا عليه، ثلاجه، ثلاجتين وبوتاجازين وفرن وسراير والثلاجات وكل حاجه، كل حاجه اتربت في الارض، قاعدين في الشارع كده، قاعدين جنب البيت اللي تحت. راحت متقطعه، طلعت متقطعه، الطوب نازل.